من ناس عاديين إلى ناس فعالين بتغيير 5 أمور. المرحلة الثانية أن نغيرهم من ناس فعالين إلى قادة، وذلك بأن نغير التالي. نغير التالي: أول شيء نغيره هو الرؤية. الرؤية، ما هي طموحاتك؟ ماذا ستكون بعد 20 سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عجيب في تربيته، عجيب، كان يزرع في نفوسهم رؤية مشرقة لمستقبل الإسلام. في بعض الناس حتى من خطباء الجمعة أحيانا، أنا كنت أتكلم مع بعض خطباء الجمعة، وزارة الأوقاف رتبوا لي محاضرة للخطباء، قلت لهم يا خطباء لا تمارسوا خطابة، مارسوا دعوة. ما الفرق؟ في الخطابة يرمي لك كلمتين ويمشي، يقول لك قصتين ويمشي. في الدعوة عنده هدف أن يغير قناعات أو مهارات أو اهتمام، عنده هدف. هو لا يرمي قصة لأجل القصة، هو يرميها لأجل الهدف الذي وراءها. الخطيب الذي ليس له أهداف، هذا ليس داعية، هذا خطيب. الداعية في كل شيء له أهداف. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهدافه في التربية القيادية لأصحابه أن يزرع لهم، يرسم لهم صورة مشرقة لمستقبل الإسلام. بعض خطبائنا يرسمون صورة قاتمة للمسلمين، قاتمة، أوضاعنا السيئة والفساد والغدر. ليش؟ ليش؟ بشروا ولا تنفروا، ازرعوا الأمل في أمة أحبطت، ازرعوا فيها الأمل. هذا المطلوب اليوم من الدعاة، من الخطباء، من المربين، من أولياء الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم عجيب كان في هذه المسألة. في قصة عجيبة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التفت إلى خباب بن الأرت رضي الله عنه فقال: يا خباب، ما أشد أمر مر عليك من الكفار، من كفار قريش؟ ما هو أشد عذاب مر عليك؟ سمعت أنك عذبت. فقال: يا أمير المؤمنين، انظر. فالتفت وكشف عن ظهره، فإذا في ظهره حفر، حفرة من أعلى الظهر إلى أسفل الظهر، جنبها حفرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، حفر، حفرة متصلة من أعلى الظهر وحفر سوداء بآثار حروق. فقال عمر: والله ما رأيتك اليوم عجبا. إيش هذا؟ كيف صنعوا بك ذلك يا خباب؟ قال: يا أمير المؤمنين، نزعوا ثيابي ثم أشعلوا النار على الحجارة حتى احمرت، ثم سحبوني بظهري عليها فتركت ما ترى. قال: فما صنعت؟ قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو متوسد عند أستار الكعبة، فأريته ما فعلوا بي، وقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ماذا كان رده؟ قال: يا خباب، إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع عليه المنشار على قمة رأسه فينشر نصفين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه. والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. يرسم له صورة مشرقة. أعجب من هذا عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي المشهور معروف، عدي ابنه هو الذي كان سيد طيء بعد وفاة أبيه. في قصة طويلة تأخر إسلامه، فجاء مسلما في السنة 9 للهجرة، جاء بعد ما أسلم يريد أن يستكشف. قصة طويلة، جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب معه إلى البيت.
أحداث طويلة، قصة عجيبة جدا، فيها أحداث عجيبة جدا. المهم ذهب معه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي ما أخرك عن الإسلام؟ لعلك قلت المسلمين في خوف، دائما حروب، دائما خوف، دائما ضغط عليهم، حصار غيره، دائما لعلك قلت المسلمين في خوف، لئن طال بك العمر لترين الضعينة. الضعينة المرأة تسافر وحدها، تخرج من الحيرة إلى الحجاز لا تخشى إلا الله. على فكرة هذا مما استشهد به العلماء على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا وجد الأمان، وعلى هذا مذهب قسم من المالكية. المهم يقول خباب ولقد عشت حتى رأيت ذلك بعيني، مما يدل على أن هذا كان فعل، يعني ليس فقط خبر وإنما فعله ولم يستنكر. عشت، يقول شفتها بعيني، يعني ليست رؤية بعيدة بعد آلاف السنين، في حياتي شفتها. قال ويا خبا يا عدي لئن طال بك العمر لترين البيت الأبيض في يد المسلمين. البيت الأبيض هو قصر كسرى، سبحان الله اسمه كان في ذاك الوقت البيت الأبيض، في المدائن في العراق، قصر كسرى. قال إذا طال بك العمر سترى قصر كسرى في يد المسلمين. يقول فتعجبت، قلت يا رسول الله كسرى؟